نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. تظاهرة رياضية ترفيهية للتعريف بأمراض سرطان الدم ودور المركز الوطني لزراعة النخاع العظمي. وتونس تسجل سنوياً أكثر من 150 عملية زرع للنخاع. إقرار الغلق الفوري والنهائي ضد مؤسسات تكوين مهني خاصة مخالفة للمعايير. ووزارة التشغيل والتكوين المهني تؤكد أهمية تنظيم القطاع الخاص لضمان مصداقية الشهائد المنظرة. أوكرانيا تستبعد وقف إطلاق النار وتقديم تنازلات لصالح موسكو بعد تكثيف روسيا هجماتها. ومنظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا حول انعكاسات الحرب على المنظومة الصحية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. انتظمت صباح اليوم تظاهرة سباق الأبطال، والتي تهدف إلى التعريف بتطبيقة تنجم الموجهة لمساعدة مرضى النخاع العظمي والتشجيع على التبرع لفائدتهم. على ضفاف البحيرة تجمعوا ليشاركوا في تظاهرة رياضية ترفيهية من أجل التعريف بأمراض سرطان الدم ودور المركز الوطني لزراعة النخاع العظمي. فتونس تسجل سنويا ما بين 150 و160 عملية زرع نخاع عظمي بين زرع ذاتي وزرع منقول، في حين تبدو الحاجة أكبر مع وجود أكثر من قرابة 400 مريض سنوياً يستحقون عملية. وتشجيعاً على التبرع لهؤلاء المرضى انتظم هذا السباق الذي خصص لجميع الفئات العمرية. وهذه مساهمة منا، نعملوا حاجة اللي نحبها ونعاونوا الآخرين. وجرينا لهنا سي بوغ لا بون كوز، جماعة الغريف دو سان بوغ لا بون كوز، باش نعاونوهم وإن شاء الله ربي يشفي الجميع. قمت اليوم الصباح باش نعمل الجري هذا والسباق، هو يعلمنا يعني كان حتى ولو أنت يعني معاق ولا حاجة ولا لطف يعني مريض ولا حاجه راك تنجم تعمل حاجه اخرى. كدي بارون نوصل الميساج لصغيراتنا باهميه معناها ان نكونوا كوبيراتيف ونعاونوا الناس الكل بعضنا. تظاهره تهدف حسب منظميها الى مزيد التعريف بتطبيقه تنجم، وهي اول تطبيقه هاتفيه تونسيه ستمكن المسجلين فيها من مساعده مرضى سرطان الدم ومزروعي النخاع العظمي، سواء بالتبرع بالدم او بالصفائح الدم والتكفل بأحد المرضى خلال فترة العلاج. التطبيق هذه باش تكون معناها اون فوا تيليشارجات، وباش تلقى كل المعلومات على أمراض الدم، كل معلومات على زرع النخاع العظمي. تقيد روحك باش تولي متبرع بالصفائح الدمويه، وتنجم تقيد روحك باش تعاون المرضى. بالمناسبه هذه عملنا هالتظاهره هذه واللي هي سباق، حسميناها سباق الابطال. هما مرضى صغار وكبار، ينجم يكون عندهم امراض خبيثه نتاع النخاع العظمي، كما تكون امراض غير خبيثه للنخاع العظمي اللي تخلي النخاع ما يخدمش. دونك ساعات نستحقوا باش نعملوا لهم عمليه زرع منقولة من حد آخر. انتظم بمدينة باجة يوم المشي للجميع في دورته التاسعة تحت شعار صحتك في خطوتك، وذلك بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة واكتشاف الخصائص الطبيعية للمنطقة. في إطار نشر ثقافة ممارسة رياضة المشي، نظم المكتب الجهوي لمنظمة الثقافة والرياضة والعمل بباجة بالشراكة مع مندوبية شؤون الشباب والرياضة يوم المشي للجميع في دورته التاسعة تحت شعار صحتك في خطوتك، بمساهمة الإدارة الجهوية للصحة ومندوبية الثقافة وعدد من المؤسسات الاقتصادية بالجهة. هو دورته التاسعة، عملنا 8 دورات وكل عام تتحسن شوية، ونحن عاملينها مفتوحة، معناها صغار وكبار وعائلات ماذا بينا معناها نكونوا معناها سلوك. أثناء المشاركة تمثلت كما لقيت سنوات الفارطة في تحسيس منظورين على أساس أنهم باش يشاركوا في معناتها يوم المشي، متعرف هذايا معناتها يوم المشي يهم الناس الكل. بين الفقرات التنشيطية والمشي وسط الطبيعة ضمن مسلك محدد، توزعت فقرات التظاهرة التي واكبها ما يزيد عن 200 مشارك من مختلف الفئات العمرية. وجدوا في هذه التظاهرة فرصة للالتقاء بالأصدقاء والتعرف على الخصائص الطبيعية للمنطقة. أحلاها مشي وتفرهيد وتعرفت على عباد جدد، وإن شاء الله ديما نواصلوها ديما نعاودوها برشا مرة. نشجع على سورتو ولاد جهة الكل باش يشاركوا، معناها الولاية الكل مش تنحصر كان في نطاق محلي كهو. الجماعة اللي عندهم الكارس
المرض بالسمنه به لازم ينقصوا كي ويعملوا ديما ديمارش الحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقه البدنيه الى جانب الوقايه من الامراض المزمنه وحرق السعرات الحراريه الزائده هي من ابرز فوائد رياضه المشي التي ينصح بها الاطباء من اجل جسم متوازن وسليم. فوائد على مستوى معناتها القلب، أنه المشي هو يطور من قدرة القلب من سعة القلب على أساس أنه الإنسان باش يتأقلم حتى من بعد مع توسكي معناتها نقولوا إفور وكل ما لازم وسويت سويت. ثانيا أساسا يحسن في الدورة الدموية وينقص أساسا معناتها جلطات. بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا تعود تظاهرة المشي للجميع بباجة في دورة جديدة يسعى القائمون عليها إلى التشجيع على ممارسة رياضة المشي للجميع وتحويلها إلى ممارسة يومية لدى مختلف الفئات العمرية بالجهة. حرصا على تنظيم قطاع التكوين المهني الخاص التجأت وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى غلق العديد من مراكز التكوين غير المنظم والتي تقدم تكوينا لا يستجيب للمعايير المعتمدة في اختصاصات تكوينية دقيقة. على إثر تنامي ظاهرة التكوين غير المنظم في اختصاصات مختلفة لا تحترم مقتضيات التكوين المنظم وفق كراس الشروط الجاري بها العمل في مؤسسة التكوين المهني الخاصة وأمام تزايد التشكيات بشأنها اتخذت وزارة التشغيل والتكوين المهني قرارا بالغلق الفوري والنهائي لعدد من المراكز المخالفة. تفشي ظاهرة التكوين في اختصاصات دقيقة جدا وخاصة في المجال شبه الطبي وكذلك فيما يسمى بالطب البديل. بالنسبة لنا مش نتخذ إجراءات في كل المخالفين إلى جانب أن هناك لجنة تأديبية تنظر في الوضعية هذه وتصدر قرار غلق بالنسبة للمراكز هذه. الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص أوضحت من جهتها خطورة هذه الظاهرة بالنظر إلى الاختصاصات التي تقدمها بعض المراكز التكوينية وحتى بعض الجمعيات. اختصاصات هذه اللي قاعدة تأمن فيها جمعيات وبعض مؤسسات التكوين المهني التي استغلت ضعف الإدارة وضعف السلطة، فظهر الظاهرة فيما يعرف بالطب البديل والحجامة وكل ما هو والوخز بالإبر وتسند شهائد وحتى تغالط معناها في الرأي العام وتقول هذه شهائد معترف بها. كغرفة وطنية نبهنا الوزارة إلى تفشي هذه الظاهرة. وتؤكد وزارة التشغيل والتكوين المهني أهمية تنظيم قطاع التكوين المهني الخاص لضمان مصداقية الشهادات المنظرة وحماية طالبي التكوين من كل أشكال المغالطات والتحيل. الشاب لما ما يتوفرش عنده الشروط الالتحاق بالتكوين ويتم إغراءه بأنه تكوين سريع وهناك فرص شغل إلى غير ذلك يتفاجأ بأن هذه الشهادة غير معترف بها. نبه الشباب أنه لابد من الاتصال بمصالحنا الجهوية الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني للاستشارة حول التكوين هذا والشهادات التي يفضي إليها. الإشارة يمكن الاطلاع على قائمة مؤسسة التكوين المهني الخاصة المخول لها دون سواها التكوين المهني الأساسي في اختصاصات الشبه الطبية بالمواقع الإلكترونية لكل من وزارة الصحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني. أفصحت المسابقة الأدبية التي نظمتها تأمينات كومار عن الفائزين بالكومار الذهبي مساء أمس بالمسرح البلدي، حيث حاز بالجائزة بالتساوي محمد فطومي عن روايته الأسوياء وعبد جليل الديخي الكمبطة فيما يتعلق بقسم اللغة العربية، وأمنة بالحاج يحيى عن روايتها باللغة الفرنسية أون بي أسوافي. وتنافست في مسابقة كومار الذهبية التي تنتظم سنويا منذ تأسيسها في 97 و900 ألف بإشراف وزارة الثقافة، تنافست 30 رواية باللغة العربية و17 باللغة الفرنسية. بعد صراع مع المرض غيب الموت اليوم الياس المنكبي الرئيس والمدير العام السابق للخطوط الجوية التونسية، وكان الفقيد عقيدا في جيش الطيران وتولى خطة وزير مستشار لدى رئيس الحكومة السابقة مكلف بالدفاع والأمن، كما كان قائدا للقاعدة العسكرية بالعوينة.
في أخبار العالم، وفي الشأن الليبي، رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالتقارب بين مجلس النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية. ودعا المنفي المجلسين إلى العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت. وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة أنهت أعمال الجولة الثانية من مشاوراتها في القاهرة نهاية الأسبوع المنقضي المتعلقة بالمسار الدستوري وتعديل القوانين الانتخابية. اتهم الرئيس الأوكراني اليوم روسيا بمنع تصدير 22 مليون طن من المواد الغذائية، ما يجعل بلاده مهددة بالدخول في أزمة غذائية سريعا بعد أزمة الطاقة في حال لم تتم مساعدتها في فتح موانئها. يأتي ذلك في وقت استبعدت فيه أوكرانيا وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لموسكو التي كثفت هجومها في منطقة دونباس الشرقية وأوقفت تزويد فنلندا بالغاز. دخلت الحرب الروسية الأوكرانية اليوم شهرها الرابع دون أي بصيص أمل نهاية قتال أودى بحياة الألاف وشرد الملايين وخلف دمارا شاملا وحول مدنا بأكملها لأنقاذ. فقد أعلنت الحكومة الأوكرانية رفضها أي مقترح لهدنة أو وقف لإطلاق النار يشمل تنازلها عن السيادة عن أي من أراضيها لصالح روسيا. فقد أكد ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن كييف لن تقبل الدعوات لوقف إطلاق النار على هذا الأساس، مضيفا أن أوكرانيا لن توافق على الدعوات الغربية العاجلة التي تطالب بوقف سريع لإطلاق النار في ظل بقاء القوات الروسية في الأراضي التي تسيطر عليها بالفعل شرقي وجنوبي البلاد. وحذر من أن أي تنازل لا يصب في صالح أوكرانيا، لأن روسيا ستقوم بالتصعيد بشكل مباشر عند وقوع أي خرق لإطلاق النار. يأتي هذا في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجومها في منطقة دونباس الشرقية وأوقفت تزويد فنلندا بالغاز. وقد أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن روسيا نشرت قاذفات صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز اسكندر أم في منطقة بيلغورود أوبلاست الروسية على بعد أقل من 20 ميلا من الحدود الأوكرانية. وذكرت هيئة الأركان أن روسيا تزيد أيضا من القواعد اللوجستية والإصلاحية في المنطقة. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت غارات جوية وقصفت بالمدفعية مراكز قيادة للجيش الأوكراني ومستودعات ذخيرة في جنوب وشرق أوكرانيا، مضيفة أن صواريخ روسية استهدفت نظاما مضادا للطائرات المسيرة في جنوب البلاد على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة ميكولايف. أعلن البنك الإفريقي للتنمية مبادرة لدعم 20 مليون مزارع في القارة الإفريقية بالبذور والتقنيات الزراعية لإنتاج 38 مليون طن من الغذاء بشكل سريع. وصادق مجلس إدارة البنك في بيان على إنشاء مرفق لهذا الغرض بقيمة مليار دولار فاصل خمسة، وذلك بهدف تجنب أزمة الغذاء الناتجة عن تعطل الإمدادات الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. تلتقي الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم في جنيف للبحث في سبل بناء نظام صحي عالمي فعال في ظل التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 وتفشي مرض جدري القردة الفيروسية في 11 دولة. في أول لقاء لجمعية الصحة العالمية يعقد حضوريا في مقرها بجنيف منذ بداية جائحة كورونا، من المقرر أن تقدم اليوم أوكرانيا قرارا إلى الجمعية يدين الهجمات التي تشنها موسكو على المنظومة الصحية والعواقب الخطيرة للغزو والحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية وعلى الإمدادات العالمية والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب. من جهة أرادت البعثة الروسية في جنيف منع انتشار معلومة مفادها بأن موسكو تستعد للانسحاب من منظمة الصحة العالمية. كما ستكون جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الصحي العالمي من أهم الملفات على لائحة أعمال المنظمة اليوم، خاصة وأن جل دول العالم لا زالت ترزخ تحت وطأة الجائحة. لذلك ستنظر المنظمة في تجديد اللوائح الصحية الدولية للتمكين من الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر لحالات الطوارئ الصحية.
بوادر جائحة أخرى بدأت تظهر ملامحها بعد تفشي مرض جدري القردة في 11 دولة وتجد أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا، الأمر الذي أبدت منه منظمة الصحة العالمية مخاوفها من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف. وتعمل المنظمة على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القردة الفيروسي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن المفهوم العلمي المعتمد على الإصابات بجدري القردة التي تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي. وأضاف أن جدري القردة يعد مرضا معديا، عادة ما يكون خفيفا وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط قارة إفريقيا، وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر، لأن الطفح الجلدي المصاحب عادة للمرض معد للغاية، وهو ما يعني أنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة. في أخبار الرياضة، لم تتوفق لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا في التأهل للدورة الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية لتنس المحترفات إثر هزيمتها منذ قليل ضد البولونية ماغدالينات المصنفة سادسة وخمسين عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وفي بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فاز النادي الإفريقي على الاتحاد المنستيري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب رادس ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج. وافتتح النادي الإفريقي التسجيل عبر زهير الذوادي، ثم توفق الاتحاد المنستيري في تحقيق التعادل من ضربة جزاء نجح في تنفيذها يوسف عمارو، قبل أن ينجح نادر الغندري في تسجيل هدف النادي الإفريقي من ضربة جزاء أيضا. وبتغلبه على الاتحاد المنستيري ارتقى النادي الإفريقي مؤقتا إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري صاحب المرتبة الثانية. توج ريال لايبزيغ بطلا لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه إثر تغلبه في المباراة النهائية على فرايبورغ بركلات الجزاء الترجيحية 4-2. ومنح ماكسيميليان التقدم لفرايبورغ في الدقيقة 19 قبل أن يدرك لايبزيغ التعادل عبر كريستوفر نكونكو في الدقيقة 76. نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في تجديد عقد نجمه كيليان مبامبي لمدة 3 أعوام مقابل راتب سنوي قيمته 50 مليون أورو. وينتهي عقد مبامبي البالغ من العمر 23 عاما في شهر جوان المقبل. النسر الرياضي للكرة الحديدية المقيدة ببعوين من ولاية جندوبة جمعية أنجبت أبطالاً أهدوا تونس ميداليات على الصعيد الإفريقي خلال البطولة التي انتظمت مؤخراً بالجزائر. نجاحات تأتي في وقت يعاني خلاله النادي ظروفاً مادية ولوجستية صعبة. ريان حمدي، أسامة البلطي وآية دبوسي أبطال تحدوا الظروف الخاصة بجمعية النسر الرياضي للكرة الحديدية المقيدة ببوعوان من ضعف التمويل ونقص التجهيزات والأزياء الرياضية ليتوجوا بميداليات ذهبية، وذلك ضمن فعاليات بطولة إفريقيا التي أقيمت بالجزائر من 7 إلى 14 من مايو الحالي. تحصلت على 2 ميداي دور في تير دو بريسيزيون و تير بيدون دوبل. الجمعية الوحيدة اللي فيها 3 عناصر يمثلوا الفريق الوطني في البطولة الأفريقية بالجزائر، والحمد لله كانت النتائج جد متميزة. الإمكانيات المالية معناها ضعيفة برش، معناها وزارة توصل فهمتي ما تعطي فينا في 3000 دينار. الوحيد القاعدة قائمة معنا بالواجب هي الذي تبلت بوعوان. نتائج متميزة لأبناء النسر الرياضي للكرة الحديدية المقيدة ببوعوان لا تخفي صعوبات عديدة تعانيها الجمعية، على غرار افتقار معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة لملعب رياضي بسبب الإخلالات التي بات يشهدها الملعب القديم. ما عندناش تيران باش نترينيو، نترينو كان في تيران تاع كوليج، ومالغري ذاك الكل قاعدين نعملوا في نتائج وقاعدين نجيبوا في دي ريزلتات باهية. ما عندناش تيران، تشوف فينا كيفاش نترينيو.
وبفضل المدربين هم اللي واقفين معانا والهيئة المديرة الكل يعاونوا فينا، والحمد لله مشينا عملنا شاركنا في بطولة افريقيا. جمعيتنا تضم 35 ملاعبي. كي نحكي لك كيفاش وصلوا والله تستغرب، معناها يترينوا في وضعية خايبة، معناها ولو مش الإطار الفني اللي واقف عليهم ما كناش نصوروا ما نوصلوش في النتائج اللي وصلنا لهذه. النسر الرياضي للكرة الحريرية المقيدة ببعوان نموذج لجمعية تضم 35 رياضيا ورياضية تجتهد وتعمل رغم غياب الإمكانيات لتنجب أبطالا من ذهب. وفي عالم المهرجانات يزدل الستار على مهرجان الضوء المائي في نسخته الرابعة بمدينة بريكسن الإيطالية. الهدف الرئيسي من هذا المهرجان هو تسليط الضوء على مخاطر الاحتباس الحراري ولفت الأنظار إلى أهمية المياه والضوء في حياة الإنسان. الماء هو الحياة والنور هو الفن، شعار مهرجان الضوء المائي الذي حول مدينة بريكسن الإيطالية المستلقية فوق جبال الألب إلى عالم امتزج فيه الماء بالضوء، وحول جدران المباني وعديد المواقع المائية منها 20 نافورة حولها إلى بحر من الضوء بأفكار إبداعية وفنية أذهلت زائري مدينة بريكسن. إنه رائع للغاية، مشهد مذهل، لم أكن أتوقع هذا الجمال لأني لم أكن أعرف هذا المهرجان. إنه جميل جدا، المشهد رائع. فبمزيج فني من الأضواء الملونة والمياه الرقراقة رحلت مدينة بريكسن الساحرة بزائرها بين أزقتها الممتدة وشوارعها الضيقة بفضل إبداعات فنية أثثتها 29 شركة متخصصة في أعمال الإضاءة. الماء يمثل أهمية كبيرة في بريكسن، هذه المدينة التاريخية التي تضم نهرين وتزخر بثروة مائية متدفقة من الجبال. أكبر مهرجان للضوء الذي تلألأت فيه سماء مدينة بريكسن الإيطالية بألوان براقة هو اليوم يرى النور بعد سنتين من الغياب بسبب جائحة كورونا. هدفه الأساسي رفع الوعي بأهمية المياه ودورها في تاريخ البشرية وتسليط الضوء على مخاطر الاحتباس الحراري. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها: تظاهرة رياضية ترفيهية للتعريف بأمراض سرطان الدم ودور المركز الوطني لزراعة النخاع العظمي، وتونس تسجل سنوياً أكثر من 150 عملية زرع للنخاع، إقرار الغلق الفوري والنهائي ضد مؤسسات تكوين مهني خاصة مخالفة للمعايير، ووزارة التشغيل والتكوين المهني تؤكد أهمية تنظيم القطاع الخاص لضمان مصداقية الشهائد المنظرة، أوكرانيا تستبعد وقف إطلاق النار وتقديم تنازلات لصالح موسكو بعد تكثيف روسيا هجماتها، ومنظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاً حول انعكاسات الحرب على المنظومة الصحية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية. إلى اللقاء.